اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر كابتن ياسر لبيب. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وانا سعيد بوجودي وتواجدي معاكم هنا في قناه الاهلي. انت في بيتك والحمد لله على السلامه من الامارات، ونورت مصر كلها. منوره بيكم ومنوره شعبها. طب كابتن، احنا عملنا تقرير كده نعرف كمان الساده المشاهدين اكتر عن حضرتك. نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. هو أحد أهم لاعبي كرة اليد بالنادي الأهلي على مدار تاريخه، وأسطورة من أساطير اللعبة داخل جدران القلعة الحمراء، وساهم في إعلاء اسم النادي في اللعبة على مدار سنوات طويلة قضاها بين جدرانه، حيث حقق 19 بطولة مع الفريق. استطاع ياسر لبيب أن يخطف عقول وقلوب جماهير الشياطين الحمر، ولقبوه ببيبو كرة اليد المصرية، وهو أحد العلامات المضيئة التي ساهمت في رقي كرة اليد داخل جدران قلعة الجزيرة. برز اسمه من اللحظات الأولى له داخل جدران النادي الأهلي منذ أن انضم له في عام 1972 مع الكابتن حمدي رفاعي، ثم تدرج في فريق الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول وهو لم يكمل 15 من عمره. وبعد مرور عامين أصبح أحد أهم لاعبي الفريق رفقة المدير الفني حينها الكابتن طلعت شتا، ثم انضم للمنتخب الأول تحت قيادة البولندي فولار عام 1983. ياسر لبيب اسم له تاريخ في عالم كرة اليد، والأرقام والإحصائيات هي من تبرهن على ذلك. فعلى مدار 27 عاما قضاها لبيب داخل جدران القلعة الحمراء، استطاع أن يحصد ما يقرب من 34 بطولة متنوعة مع النادي والمنتخب، بين بطولة الدوري وكأس مصر والبطولة الإفريقية والعربية، حيث حصل رفقة المارد الأحمر على لقب الدوري 8 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة الإفريقية 3 مرات والبطولة العربية أبطال الدوري 4 مرات والبطولة العربية أبطال الكأس مرتين. واصل ياسر لبيب تألقه مع منتخب مصر وحقق العديد من الإنجازات، فتوج ببطولة الأمم الإفريقية مرتين ودورة الألعاب الإفريقية مرتين وبطولة العالم العسكرية في مصر، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية ببرشلونة عام 1992 وأتلانتا عام 1996 وكان كابتن المنتخب. اعتزل ياسر لبيب كرة اليد في مطلع عام 1998 واتجه للتدريب، وعمل مساعدا مع الراحل كابتن جمال شمس في الفريق الأول، ثم تولى العديد من فرق الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل لتدريب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، ثم انتقل إلى الإمارات وحصل على بطولة السوبر مع أهلي دبي، واتجه بعدها إلى العمل باللجنة الأولمبية الإماراتية لمدة 8 سنوات في منصب رئيس قسم المؤسسات الرياضية واللجان التنظيمية، والتي نظمت العديد من البطولات الأسيوية والعربية والخليجية، كما كان ضمن فريق عمل الأولمبياد المدرسي والمسؤول عن رياضة القوس والسهم مع الخبير الكوري. وكذلك نشر رياضة الريش الطائرة كألعاب مستحدثة بدولة الإمارات خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2017، كما شغل منصب المدير الفني للاتحاد الإماراتي لكرة اليد. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر، شايفك وانت بتشوف التقرير تاريخ حافل بصراحة يعني. لا بصراحة كمان يعني صور ذكريات جميلة يعني. يعني رجعتنا الأيام الماضية، أيام محمد الألفي وعطف عبد الرحمن وأحمد جابر، كان جيل جميل ما شاء الله. وخلي بالك يا كابتن، يعني أنت من اللعيبة اللي جمعت حاجة صعبة يعني من ناحية فنية وإنجازات مع النادي الأهلي والمنتخب، وكمان ناحية إدارية، ويعني يعني مريت زي ما بيقولوا كده بالبلدي في الرياضة، ضربت في خلاط شديد شوية. والله احنا بص يعني طبعا احنا اتعلمنا كتير في النادي الاهلي. يعني انا بدات يمكن بعد اعتزالي بدات خدتها من تحت من فريق الناشئين اللي هو كان جيل 84، وتدرجت بقى واشتغلت مع كابتن عاصم السعداني، واشتغلت مع كابتن جمال، وبعد كده طلعت انا اشتغلت مع بحار كلبه لوحدي مدير فني، وبعد كده رحت اشتغلت مع كابتن جمال شمس الله يرحمه، الله يرحمه، وبعدين كابتن جمال رجع هنا مسك المنتخب، فانا مسكت النادي الاهلي لوحدي الاماراتي وخدت بيهم كاس السوبر،
ومن بعد كده ابتديت بقى اتجه للعمل الاداري، فاشتغلت في اللجنه الاولمبيه 8 سنين يعني، دي برده كانت كان مع سعادة يوسف سكال كبيره جدا جدا. فاكتسبت خبرات يعني مع المجموعه الشخصيات اللي انا اشتغلت معاها في الامارات، كمان كان ليهم وزنهم وناس عملت انجازات في الرياضه الاماراتيه بالذات، خاصه يوسف سركال، سعادة يوسف سركال كان رئيس الاتحاد الاماراتي لكره القدم، ويمكن الامارات ما فازتش او خدت بطولات غير في الفتره دي، الفتره اللي هو كان موجود فيها. فتعلمت منهم كتير بصراحه في اللجنه الاولمبيه بالذات، شاركت في عديد من البطولات العربيه والخليجيه والاسيويه، وكان ليك دور اداري فني، فبالتالي كان كنت بتشوف تروح تتفرج على فرق في جميع بقى الرياضات، بقول لحضرتك سلاح وقوس وسهم. بعدين جيت بعد كده مسكت بقى مع الخبير الكوري مستر كيم، مسكت معاه القوس والسهم، ويعني مش عايز اقول لك انا كنت بقعد معاه وهو بيركب الاجهزه، لسه بيأسس بيعمل اجهزه ويقعد فتعلمت كتير بصراحه. اكيد اكيد خبرات كبيره واكيد ان شاء الله الحمد لله مصر استفاد منها. وخليني اقول كمان على الذكريات، نتكلم عن الذكريات، يمكن انا دايما بحب اخش في الحته دي. ليه؟ اكيد كان في مدربين ليهم يعني بصمه في حياتك ما تنساهمش، تقول ان يعني تقعد لما تقعد بينك وبين نفسك حتى وانت بتتفرج على التقرير تقول والله الله يرحمه ربنا يديله الصحه. مين المدربين اللي بيجوا في دماغك اول ما تفتكر الذكريات؟ هو طبعا ما انساش اول واحد كان ليه الفضل عليا طبعا كابتن حمدي الرفاعي، ده اللي علمني كره اليد، وانا فاكر ان ساعتها كنت رايح بمضرب تنس طاوله في ايدي، يعني كنت بلعب تنس طاوله في النادي الاهلي برضه. فروحت فكلمته قلت له يا كابتن حمدي انا عايز كان عندي كام سنه يا كابتن؟ سألك عن 9 سنين. 9 سنين لسه صغير ما شاء الله. فقلت له عايز العب يعني عايز العب هاندبول. فقال لي طب انت لعبت قبل كده؟ قلت له لا. قال لي طب تعالى شوط على الحيط. فابتديت خدت الكرة، قال لي لا ده خلي بابا يجي بكره. قلت له حاضر. كده على طول. كان في كشافين. العين حلوه. وانت حبيت اللعبه ما يعني احنا كنا كلنا 12 لعيب. بس كان وقتها تخيل في السبعينات. بس وقتها كان منتخب مصر بدا يعني دكتور حسن مصطفى كان اول من عمل الطفره. كان بدات الطفره ولا انت كنت بتحبها بس ما شفتها؟ لا لا كانت لسه ما فيش يعني طفرة. هو يعني كنت مثلا كنت بقعد اتفرج على كابتن مصطفى بوسي بكلمك في 73. ايوه لسه في الاول. فكابتن مسعد عباس قاعد بينط بالحبل الله يرحمه. محسن نور، لا كانت اسامي كبيره بس ما كانش لسه يعني يمكن ناس كتير ما تعرفش الاسامي ديت، يعني يعني في ناس منهم الناس ما تعرفهم. فانا حبيت اللعبه يعني اللعبه شدتني. فمش عايز اقول لك ان انا بعديها بفتره كان دكتور الفئي طلب مني ان انا اروح العب كوره فعلا، وقلح عليا يعني في الفتره دي. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 14 سنه بعديها باربع سنين. كنت انا بالظبط، بس انا كنت ابتديت حبيت اللعبه وحبيت المجموعه اللي انا معاها. ما رحتش كوره ليه؟ لا مع الاسف. لا لا طبعا انا يعني انا حبيت الهاندبول واستمريت فيها وعشقتها، يعني انا مش عايز اقول لك ان انا كان في وقت من الاوقات انا كنت بقعد اخترع لعبات العاب بساط وبتاع، لحد لدرجه ان كان مثلا كان كابتن عبد العزيز توفيق الله يرحمه كان يقعد يقول لي يا عم ايه الحاوي انت حاوي معانا. انا كنت بحب كده، بحب ابدع في اللعبه، يعني احب كنت اقعد اتفرج على البرامج بتاعت حتى التعليميه بتاعت الهاندبول اتنفس وارجع من المدرسه الساعه 1 بسرعه عشان الحق البرنامج، كان هو كان بيجي كل يوم حد بس. طب دي رساله للجيل الصغير فاقعد اتفرج عليه، يعني دي رساله يعني لازم اللي بيتفرج لا ده دي حقيقه. ما هو انت اللعيب لو اللعيب ما اشتغلش على نفسه مش يعني هيوصل لمرحله معينه وهيقف. صح. فانا انا عارف كنت عارف امكانياتي ايه. طب مسك العيال كام مين يعني اكيد وانت بتلعب؟ والله انا كنت كل الناس، يعني انا كنت جد احب جدا محمد الف طبعا، لان محمد الف كان لعيب جوكر. كنا نلعب وينج ليفت عالي جدا طبعا وحاجه لا يعني ده دي حقيقه يعني من الناس اللي اتعلمت منها كتير، وكل واحد بقى تاني من المجموعه بالظبط بتشوف ايه احسن حاجه عند اللعيب دوت وتحاول تاخدها. اول مشاركه ليك مع منتخب مصر كانت امتى يا كابتن ياسر؟ انا يعني ابتديت مع منتخب مصر 81 ناشئين ولا كبار؟ ناشئين. تحت كام تفتكر؟ اللي هو الناشئين لا كنا لسه صغيرين، كنا رايحين اسبوع الصداقه الالماني مصر الالماني كان تحت 16 تقريبا 16 17 سنه يعني في السن ده. لكن بطوله العالم الناشئين أيوة. كان 18 سنه 83 كانت في ايطاليا. خدت كام؟
لا كنا لسه ساعتها لسه. خلي بالك انت فترة التمرينات أيوة كلها احنا فاهم هي طفرتنا واخر التمرينات بالظبط. بس انا بقول ليه الكلام ده؟ انا خدت رقم 20 على العالم في الكاس. كرة اليد جت من بعيد. كرة اليد مش من اول يوم. مش من لا لا دي حقيقة. يعني لا لا احنا بهدلنا كتير بصراحة. يعني انتوا جايين من بعيد. كرة اليد والأسس كرة اليد جايين من بعيد. طب انتوا بدأت دي اول بطولة عالم. طيب اول مشاركة ليك مع منتخب الكبير؟ احنا بدأنا مع المنتخب الكبير 83 بعد بطولة افريقيا اللي هي كان فيها الجيل بتاع محمد الالف ومصطفى الاحمر وسعد سمكه والمجموعه دي. الاحمر ولد احمد وحسين لبيب ولد الاحمر. بعد البطوله ديت ابتدينا ننضم الجيل بتاعنا اللي هو 64 و66 و68 اللي هو حسام غريب وايمن صلاح. ابتدينا يخش مجموعات من ديت. طيب واول بطوله مع 61 برضه المجموعه بتاعت حسام كان حسام هارون وخدوا مجموعه من الكبار مع مجموعه من الصغيرين وابتدوا يكونوا منتخب. اول بطوله ظهر فيها منتخب مصر 89 يعني 89 مع كابتن جمال شمس بطوله في الجزائر. في الجزائر اول دي كانت الجزائر ساعتها واقفه على رجليها جامد. كانت الجزائر المجموعه دي صور بتهيألي يا كابتن دي صور دي للفتره دي ولا لا لا يعني ما اعتقدش ان في صور. كان بس كان تدمن كان ابتدى تدمن حسام غريب هنا يا كان ابتدى تدمن يبقى موجود معانا لان هو تدمن في 89 هو جه متفرج على المنتخب. ده المدير الفني كان ساعتها 89 كان تدمن لا كان كابتن جمال شمس تدمن استلم منه بعد ما رجعنا من طب أفريقيا. احنا خدنا افريقيا خدنا تاني فيها خدنا تاني فيها تاني في افريقيا. واول مره انت بتلعب نهائي مع الجزائر وانت ليدنج عن الجزائر طول المباراه. خسرنا دي هدف خسرت في هدف الاخر هدف طب حلو جدا. ورجعنا هنا بقى 90 91 خلاص بقى يعني ركبنا. طب الصوره دي فين يا كابتن؟ أني واحدة فيه لا رجعها لي تاني. الصورة دي كانت 90 في بطولة أبو ظبي الدولية وكسبناها البطولة ديت. دي كانت ودية تمام. يمكن دي كانت جمهور كتير وحاضر. دي فعلا كان ساعتها كان الهاندبول مختلف. طب ودي يا كابتن أنا شايف طبعا دي كانت في أفريقيا العطار وشايف كابتن حسام غريب. أنا شايف طبعا بالأسامي وأيمن صلاح. دي كانت في أفريقيا 95 زيمبابوي. دي كانت كام كابتن معلش؟ 95 بطولة العالم الأفريقية. طب ودي مع النادي الأهلي. دي مع النادي الأهلي كابتن جابر وكابتن خالد. طب قول لي يا كابتن طب ودي دي كاس دي مع دي نفس البطوله بتاعت ابو ظبي الدوليه لما خدناها. كان معانا ساعتها كان ثروت شمس كان موجود معانا. طب ودي يا كابتن دي 96 كنا في شتوتغارت في المانيا سباق لا لا دي كانت اعداد لبطوله افريقيا اللي كانت في تونس. والبطوله ديت احنا كنا يعني مش عايز اقول لك كان استضافه من الانديه ديت وكانت اول مره المجموعه ديت يعني طبعا دي لو بصيت على المجموعه هتلاقي سامح عبد الوارث واشرف عواض وصابر حسين كانت المجموعه يعني من ده الجيل انا بعتبر الجيل الذهبي بتاع الاهلي يعني صحيح يعني من وجهه نظري انا الشخصيه عشان كده كان كمان في الصوره. طب ودي يا كابتن دي بطوله افريقيا هنا 90 91 دي 90 91 دي البطوله اللي احنا خدنا بقى دي البدايه لما خدنا بعد ما خدنا الجزائر 89 جينا 91 كسبنا هنا. ودي كان نهائي الجزائر كان نهائي الجزائر دي انا شايف برضو كابتن حسام غريب كله هي نفس المجموعه دي بقى اللي كملنا بس كنتوا استويتوا بقى وخدتوا خبرات بالظبط ابتدينا بقى دي في الاعتزال. طب ودي يا كابتن دي في مباراه اعتزالي طب مين اللي قصادك الناحيه الثانيه يا كابتن؟ عمر شوقي. عمر شوقي كان حارس مرمى النادي الاهلي. حارس مرمى النادي الاهلي. طب ودي فين برضو دي يا كابتن؟ دي في نفس دي في بطوله افريقيا برضو 93 في كان كوت ديفوار. كانت بطوله افريقيا كل سنتين 89 91 93. طب ودي يا كابتن دي بقى سفريه دي ولا دي بطوله افريقيا 85 في انجولا. دي قبل بقى المعمعه قبل المعمعه قبل المعمعه كنا لسه بنبني بالظبط يعني هتلاقي طيب. كابتن عصام بركات ودي كانت مع النادي الاهلي ودي صوره مع ماتش نيجيريا دي برضه في هنا اهوت في 91 في صاله صاله واحد صاله واحد ودي مع منتخب ده فرقه نيجيريا انا شايف نيجيريا دي كان بطوله افريقيا في صاله نادي الزمالك دي في صاله متعوبه ودي ودي برضو دي برضو نفس بطولة افريقيا. بص الجمهور ورا من يومها كره اليد جمعت الناس كلها من يومها بصراحه هناك تايم جميله دي دي في صاله الامير عبد الله. دي في الاعتزال برضو دي في الاعتزال. اعتزلت كام سنه يا كابتن؟ انا اعتزلت 34 دي مع كابتن الفي. كابتن الفي وكابتن عبد الله. انا بيقولوا لي كابتن الفي انا ما عرفتش كابتن الفي. لا الفي وعبد الرحمن كنا في رومانيا بس كان مع كابتن طلعت بس كابتن طبعا طول عمره. لا بص ما شاء الله يعني ما شاء الله سينمائي لا والله بجد يعني جان يعني يا بجد يعني. ودي كانت برضو فين دي بتهيألي دي كانت دي في تونس اعتقد في صاله تونس. يا تونس يا الاردن على ما اتذكر دي بقى دي مع مع فولارا اعتقد دي كانت في ايطاليا كانت دي كانت في ايطاليا
كنا بنلعب بطوله بتاعه تيرامو قبل كاس العالم او بعديها رجعنا على لعبنا بطوله افريقيا يعني. في ايطاليا ذكريات. ودي بقى فين؟ دي في المجر. في المجر كان مع بس مش عارف الكوبري اللي فات الكوبري اللي وراكوا ده افتكرت تركيا خليج البسفور. دي كانت في المجر. دي في المجر وكان معانا كما ساعتها الكابتن سمير عبد الدايم. ودي اخر صوره بقى. طب دي فاكر فين يا كابتن؟ دي كانت برضو في الدولة الأفريقية ورا في سمر كده او حاجه في صحاب بشر ممكن تكون ساعه البطوله ديت المجموعه ديت بص حتى بطوله افريقيا كانت بطوله افريقيا. طب خلينا نتكلم يا كابتن عن 91 بدات 90 بدات رحله كره اليد اللي مسالك مستمره حتى الان فعلا واللي توارثتها اجيال. احنا بنتكلم في 10 30 سنه 30 سنه بالظبط 90 واحنا 21 31 سنه. ايه السر يا كابتن في اليد ان 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 جيل بيسلم جيل وماشيين على نظام واحد والسيستم واحد والاتحاد اللي بيجي مهما كان كل حته فيها خلافات ولكن بيبقى فيه الدنيا بتبقى ماشيه. بس خلينا نسمع رد حضرتك. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ياسر لبيب. عندنا كلام كتير جدا عن كره اليد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مكملين حوارنا مع كابتن ياسر لبيب. كابتن يمكن قبل الحوار كنا او قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كره اليد وليه كره اليد ماشيه كده. ايه الفكر ايه البوينت اللي هنا اللي ميزه كره اليد من 30 سنه و 31 سنه؟ هو بص لو جينا نتكلم من بدايه من التسعينات ابتدى الفكر يتوجه يعني قبل الفتره اللي قبل كده كان معظمها المدربين مش على مستوى عالي. صحيح. يعني مدربين كويسين بس مش ما هماش عاليين المستوى. لكن لما ابتدينا الاول بدايه مع كابتن جمال وتشكيل المجموعه ديت المنتخب ديت اللي هي كان فيها عناصر يعني يمكن كنت انا اكبر واحد في المنتخب في الوقت ده عندي 24 سنه 24 سنه اكبر لعيب في المنتخب الباقي كله تحت اقل ما بتكلم في 66 68 دول كانت المجموعه. بدا جه مستر تيدمان معانا في التسعينات وكان معاه كابتن عاصم السعداني وبدانا يبقى في تخطيط بقى ان انت بتلعب او بتطلع بره. اولا هو غير لك المنظومه وغير لك فكره الدوري غير نظام الدوري. المسابقات لازم تتغير طبعا تتغير تماما. بدا يحطك في شكل قريب من شكل المسابقات الدوليه تمام ان انت بتلعب دورات مجمعه 3 4 ايام كان اياميها تلعب 3 4 ايام وتريح يوم وهكذا. فابتدا هو يحط لك بلان للمنظومه بتاعه كره اليد بيخطط او هو اللي بيخطط بالظبط ومع الانديه غير التنفيذ تمام. يعني هو كان قرار الشكل المسابقه تبقى كذا احنا عايزين نفس. كذا معسكرات يوم كذا توقف يوم كذا كل حاجه حط بلان محطوطه واحنا ماشيين عليها. اي حد عايز ينجح يعمل كده بالظبط هو ده اساس النجاح. صحيح. يعني ده اساس النجاح كانت هي النقطه دي ومشينا على هذا النظام بين نطلع ان الاحتكاك كله مع منتخبات ده اللي كنت نمره واحد صح. يعني انا كان حلم ان انت تشوف مثلا ايرارد باندرليش في الثمانينات لا انا رايح وبلعب قدامه وبمسكه وبزقه وبيزقني بالظبط هو انا كنت ينفع ازقه هو اللي بيزقه لا وزقه عادي ابتديت بقى لا خلاص انت ابتديت تلعب على المستوى دوت ابتديت طبيعي بدنيا وفنيا ابتدينا نعلى منتخب المانيا الشرقيه بتلعبوا ثالث عالم عادي انت بتلعب معاهم في نفس المستوى. مش عايز اقول لك ان الفتره اللي قبل ديت احنا كنا بنلعب منتخب المانيا الشرقيه الناشئين سوري الشباب انت خسران منه فرق 10 شوط الاولاني و10 شوط الثاني طبعا ابتدينا اقل لا ده انت ابتديت بقى تلعب منتخب المانيا الشرقيه راس براس تطلع معاهم فرق 3 بالعافيه يعني هم يكسبوك فرق 3 بالعافيه تخسر منهم ماتشات اتجرأنا بالظبط. فابتديت بقى خلاص انت ما بقاش في فرق ابتديت في فتره السنوات دي ابتديت ما بقاش فيه فرق ابتديت رحت ببطوله العالم حققت المركز ال 12 كان الجزائر بعد كده على طول بتطلع اخير كنت انت اول فرقه تاخد المركز دوت ابتدى يزيد عدد الفرق اللي بتخش من افريقيا تمام فانت اول واحد يعني يمكن منتخب مصري اتاح الفرصه لمشاركه عدد اكبر من الفرق الافريقيه. صحيح. والجميل ان اللي بيجي بيمشي على نفس السياسه يعني انتوا زرعتوا ده بنكمل بقى كله بيكمل للاسف لغايه دلوقتي هنلاقي منتخبات الطايره مثلا الطايره السله
بلاش القدم، القدم بيلعبوا منتخبات، بيروحوا يلعبوا انديه في اوروبا، يعني ما بيلعبوش حتى، يعني مثلا ما شفتش منتخب مصر لعب منتخب فرنسا ماتش ودي، ما شفتش ده. انتوا في اليد على طول بتشوفوا، لا خلاص انت بيجيلك دعوات، بيجيلك دعوات، بيجيلك الدعوه بالاسم، انا عايزك الدوره الفلانيه بالظبط. انا ما شفتش منتخب مصر مثلا في الكره الطائره بيلعب مثلا منتخب مثلا نقول البرازيل ماتش ودي، ما بشوفش ده. بس لا، الحقيقه في اليد بنشوفه. طيب خلينا نروح على تجربتك مع اللجنه الاولمبيه الاماراتيه. اكيد 8 سنين اتعلمت اكيد طبعا، في تخطيط، في شغل، في الوقت اللي برضو كان بيتاسس لعبات جديده هناك زي الكوس والسهم زي ما شفنا. كلمنا عن تجربتك دي واهم المحطات اللي فيها. يعني بص، بدايه انا لما ابتديت يعني بعد ما سبت التدريب واتجهت اللجنه الاولمبيه، مش عايز اقول لك برضو ان هو هناك المستويات ما هياش يعني عاليه طبعا، عاليه القاعده عندنا اعرض اكيد كتير يعني في فرق كبير، ولكن هم مميزين في الالعاب الفرديه. ممتاز. يعني هم كانوا مميزين في الالعاب الفرديه. لما ابتدينا نشتغل ابتديت اعرف ان مثلا ايه، ابتديت يكلمني ناس من قوس وسهم، احنا دخلنا اللعبه في فتره وعايزين نبتدي ننشر. دي صور ليك هناك دي في الامارات مش كده يا كابتن؟ اه، وده دي كانت في دوره تدريبيه كانت معموله في الامارات خاصه بالمدربين قوس وسهم. لا قوس وسهم كنت لسه بتاسسوا الرياضه دي لسه بسم الله الرحمن الرحيم بالظبط في الامارات. ف لا هي كانت موجوده بس مش معروفه، مش معروفه، محدش محدش يسمع عنها. فانتوا بقى في مرحله انتشار. فابتدينا ناخد الخطوه ديت. فكان ساعتها كان المستشار محمد الكمالي كان هو امين عام للجنه الاولمبيه، فجاب خبير اللي هو كوريا دوت وقال لي انت مسؤول عن اللعبه ديت. ممتاز. فابتدينا نشتغل على هذا الاساس، وابتدينا بعتنا، ابتدينا نراسل شركات بره، جبنا الادوات نفسها القوس والسهم، احنا بقينا احنا نشتريها لان تكلفتها كانت عاليه على بعض اللاعبين والانديه، لازم الاتحاد ولا يتبناها. فابتدينا نعمل الكلام ده، دخلناها ضمن مسابقات الاولمبياد المدرسي في المدارس. ممتاز. في المدارس، فابتدينا نعمل المسابقات ديت. الاول كانت بيشتغلوا مثلا على 18 متر بس. فابتدينا قلنا لا، لازم نبتدي نزود عشان نوصل للبطولات العالميه والاولمبيه اللي هي 70 متر. ممتاز. فابتدينا من هذا الاتجاه ابتدينا نشتغل، وابتدت اللعبه تتطور وبقى في انتشار طبعا، وفي انديه شغاله غير الاخر خالص، غير البدايه، غير البدايه. بس طب خلينا اتكلم دي، يمكن في النهايه كان الحته دي يمكن في بدايتك بقى. يعني اول ما رحت اللجنه الاولمبيه، انت رحت الاول كره يد، مرنت اهلي دبي صح، وقعدت معاهم وخدت معاهم كاس الامارات، وبعد كده اتجهت اللجنه الاولمبيه. بدايتك مع اللجنه الاولمبيه الاماراتيه كانت ازاي؟ يعني هي كان جت فتره بعد ما النادي الاهلي، يعني بعد ما سيبنا النادي الاهلي دبي. كنت قاعد مع سعد يوسف سركال، يعني هي كانت قاعده فقال لي ايه رايك، يعني كان ساعتها كانت الانديه الناس بتتكلم معاك، فالكلام ما كانش يعني عاجبني. فقال لي ايه رايك تشتغل معانا في اللجنه الاولمبيه؟ قلت له يا ريت. وانا كنت برضو داخليا كنت عايز ابعد عن الاسترس بتاع المدربين، يعني شغل المدربين برضو انا بصراحه انا تعبت، يعني تقعد بص نفسك قاعد 3 4 ساعات قاعد بتحلل في مباريات وبتاع، وتقعد تحلل اللعيبه بتاعتك 16 لعيب، وهو اللعيبه يعني مش فاهم الكلام ده كارير فانا كنت عايز ابعد عن الاسترس ده. فقلت يعني فضلت ان انا كارير ورحت اللجنه الاولمبيه الاماراتيه. بدايتك كان معاهم بقى ايه؟ كان اختصاصك ايه؟ كان يعني بدات ازاي معاهم؟ هي يعني بص، انا يعني كان تخصص ان انت ماسك العلاقات اللي هي مع الاتحادات واللجان الاولمبيه الخليجيه، كنت بتطلع انت الاجتماعات بتاعت اللجان الاولمبيه الخليجيه، بتقعد وتشوف المشاكل ايه في جميع الالعاب بقى، وتبتدي تحضر انت مثلا تبقى عارف ان في مشكله مثلا في حاجه في اللعبه الفلانيه، فبتبتدي تحضر وتشوف ايه المشكله دي سببها ايه ووصلت لايه، بحيث ان هي بتروح الاجتماعات ديت اللي هي بتاعت المجالس الاولمبيه الخليجيه، بتروح وتقعد هم بيناقشوها بقى. طب وعلى مستوى الاماراتي هل كان في مشاركه اولمبيه في الفتره اللي فاتت مثلا الاولمبيات مثلا ريو دي جانيرو؟ ريو دي جانيرو كان في مشاركه قبليها، شاركوا في لندن، شاركوا كنا مشاركين بفرقه الكوره كمان. كان في اسيا، كان طالع تاني واخد فضيه في اسيا وشارك في لندن. تمام. طب خليني عايز اتكلم مع الاولمبياد بقى وعلى ماتش المانيا اللي جاي، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ياسر لبيب، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر، احنا عندنا ماتش الثلاث المانيا دور الثمانيه. المانيا زي بتاعت زمان ولا تختلف ولا اقل اكتر؟ والله بص، هو زمان حاجه ودلوقتي حاجه.
سواء هي زي زمان او اقل، انت كمان انت مش قليل. حلو. يعني انت فرقتك ما هياش قليلة، انت زيك زيهم او زيك زي اي فرقة في العالم، حتى بما فيهم الدنمارك اللي هي بطل العالم. يعني لازم انت كلاعب المصري دلوقتي انت عندك لعيبة على اعلى مستوى، بما فيهم علي زين، احمد هشام، سند، بوجي، سوري، بكار، مين تاني، الدرع، الفرقة كلها، ممدوح، هاشم، كل الفرقة، الحراس المرمى بتوعك على اعلى مستوى. كل يعني طالما انت بتلعب من الاول للسادس ده فيش فرق. احنا النهارده الدنمارك في، مش هي كانت بطل العالم من السادس، النهارده هي رابع اوروبا صح. النهارده يعني هي جايه تلعب على ميداليه. نعم. وانت كمان جاي تلعب على ميداليه. انا ما اعتقدش المنتخب ده رايح ان هو تمثيل مشرف او يوصل دول الاربعه، لا احنا لازم عجبني طموحنا الطبيعي. انا في 96 كنت رايح، كان نفسي اختم حياتي يبقى معايا ميداليه. ما انت انا كلاعب لو انا ما حققتش الكلام ده، يعني كل اللعيبه ديت ما شاء الله كلهم 96 خدنا سادس، النواحي الماديه اعتقد ان ما فيش حد ما عملش فلوس. صح. احنا جينا ما كانش فيه الكلام ده. صح. بس كان كل طموحي ميداليه، عايز بطل يبقى معايا ميداليه اولمبيه. انت خدت سادس؟ خدنا سادس في اطلانتا، وبعد كده هم خدوا يعني المجموعه اللي كملت بعد كده في كاس العالم او لا لا، بس ده احسن انجاز اولمبي، احسن انجاز اولمبي سادس. جيلك اللي خد. وكان ممكن نعمل احسن من كده، يعني لو كان معانا مدرب بمستوى المدرب الموجود الحالي احنا كان ممكن نوصل بسهوله الفاينل. نوصل السيمي فاينل مرتاح. مرتاح يعني العناصر كانت موجوده ايامين. افهم من كلام حضرتك باحترامنا لالمانيا طبعا على راسنا من فوق، ولكن احنا ما نقلش عن اي فرقه، حتى الدنمارك بطل على نفسها. حتى الدنمارك يا كابتن هيثم احنا بنتكلم دلوقتي، انت لعيبتك مصنفه عالميا ومنهم لعيبه احسن لعيبه في العالم في الناشئين. لو انت اتفرجت على احمد هشام دلوقتي، احمد هشام دودو، علي زين، وصل لمستوى من النضج برشلونه، ان هو كان لعيب بيلعب، خلي بالك ده جاي منين؟ من لعيبه جاي من الشرق الاماراتي. جاي الشرق الاماراتي، يعني قصدي اقول لك مش جاي من دوري قوي. شافوه في دوري قوي؟ لا، هو اتشاف في المنتخب. بالزبط. لكن هو ما شاء الله، يعني انا علي لما جه الامارات في بدايه وجوده وتواجده في الامارات ما كانش عاجبني. يعني حاسس ان هو بينزل. لا دلوقتي وصل لمرحله من النضج، ابتدى بقيت شايف الملعب كويس، بيخلص وقت في الوقت الكره المناسبه، بيسقط على الدايره، بيعمل كل حاجه. برشلونه خدته من المنتخب، يعني شافوه ودرسوه ودرسوا لعبه من المنتخب. دي اكيد. يعني اصل يعني خلي بالك كمان هم بيتابعوا في كل حته، هو مش منتخب بس، يعني هو لاعب في بطولات اسيا مع فرق من قطر، ولاعب مع الشرق مباريات كتير، ولاعب مع منتخب مصر، فهو متشاف. يعني الناس دي برضو بتتابع في كل حته، مش من يعني مش بتفرجش عليك بس في منتخب مصر، لا بيشوفك في كل حته. يعني يا كابتن لو قلنا مثلا محترفين احمد هشام دودو مثلا ماشي صح، وعندنا سند، وعندنا علي هاشم، ويحيى خالد، وممدوح هاشم، وعندك كمان وعندك الحراس، الحراس الهنداوي، الهنداوي في تركيا، في تركيا وكان الطيار كان موجود بره، كان في في في, في فرقه برضو في اوروبا. عندك اجانب، عندك يعتبر محترفين في, في 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 فرق اوروبيه واخدين ورانكد، يعني مصنفين. فانت شايف ان احنا ما نقلش عن اي فرق؟ ده لو حد قال عكس كده، يعني انا يمكن كان ليا تصريح، انا كنت بتكلم مع ايمن صلاح من بعد بطوله العالم، لما كنت شايف التعليقات بتاعت الدنمارك، انا مش غاوي تعليقات قوي على الفيسبوك والكلام ده كله، بتقرا بس. فانا شايف الناس بتتكلم، لا احنا عملنا اللي علينا. لا يا جماعه احنا ما عملناش اللي علينا. انت كنت تستحق ان انت تكسب الدنمارك، وكان لازم تكسب الدنمارك. انت بطلوع يوهانسن من الـ من الـ من المباراه لما خد كارت احمر، انت كان لازم تكسب مرتاح. بالمناسبه ايمن صلاح رئيس البعثه هناك، انا عارفه. انا متابع. لا طبعا عارف. فانت اوريدي، انت كان الفرقه كان، وهو كان متفق معايا تماما، قال لي انا متفق معاك تماما، كنا نقدر نكسب. كان لازم تكسب الدنمارك خلاص، ما يعني كنت قربت. لازم انت كلاعب لازم تبقى عندك الجزئيه دي، طمع في الجزئيه ديت. لا انا عايز لازم اكسب، وانت مش اقل من اي حد، يعني ولا انت اقل من الدنمارك ولا اقل من السويد ولا اي فرقه ولا اي فرقه. دلوقتي الجيل ده ما يقلش، نقدر نكسب. يعني هو لازم ماتش المانيا، هو لو اللعيبه مركزه وانا نازل عشان اكسب، انا عايز اعمل حاجه في الاولمبياد دوت، لان انت كلاعب لازم تعمل حاجه. ما انت لو ما حققتش، انا لو جيت يعني اوقف لعيب مصري مهما كان، وقفه مثلا جنب يوهانسن واشوف تاريخ ده واشوف ده، انت مكسر الدنيا في مصر. لكن تاريخك ايه الدولي على المستوى الدولي؟ ولا عملت كاس عالم ولا حققت ميداليه اولمبيه، يبقى لازم اللعيبه انا افكر في لازم تقطع، لازم يبقى ده اتجاه اتجاهك. وهو خلي بالك ده من ضمن نجاحات الهاندبول، انت دايما باصص في الجزئيه دي، انت مش باصص افريقيا ودوري لا لا لا،
انت دايما اتجاه كاس العالم اولمبياد، انت عايز توصل كاس عالم، عايز توصل اولمبياد، عايز تحقق حاجه هنا، عايز تحقق حاجه هنا. فده من ضمن نجاحات كره اليد في طب يا كابتن، يعني تاهلنا او يعني احنا خسرنا بس من الدنمارك والسويد كسبناها، شايف ده يعني تاهل عادل ان احنا نتاهل للوصيف، ولا كان ممكن كمان نكسب الدنمارك؟ ولا الماتشات بتبقى بالمستوى ده يعني في ماتش الدنمارك ما يعني ما اقدرش اقول ان انت كان تستحق، يعني الماتش الاولاني كنت تكسب، ماتش كاس العالم كنت تكسب، كان هنا في مصر كنت تكسب الدنمارك، لكن في الماتش ده لا ما كنتش تكسب الدنمارك. السويد احنا عملنا ماتش حلو جدا، الماتش السويد انت يعني طول المباراه يعني وكريم هنداوي عامل ماتش عالي والناس كانت مركزه ولا كان مختلف. طب ايه اللي بيميز المانيا يعني دايما؟ الكره البدنيه المانيا بص يعني مشكله، يعني الميزه عند المانيا ان هم اقوى وعندهم حراس مرمى كويسين مش وحشين، لكن انت فنيا واللعيبه بتاعتك احسن احسن بكتير. يعني هم هتلاقي عندهم لعيبه اثنين الكوتش بتاعنا انت ماشي بالظبط، دي حاجه تانية، وعندك حراس مرمى على مستوى عالي. اللي كانت مشكله المنتخب في الفتره الاولانيه او في بدايه المباريات دفاعيا ومن ضمنها حراس المرمى، ما انت لو انت ما دافعتش الحارس مش هيشيل، وحتى لو شال شاط عليه 18 كوره غير لما شاط عليه 10 بالظبط. ولما تشوط عليه وانت مرتاح غير لما تشوط عليه وانت تحت ضغط بالظبط، ال 18 دول راحوا ازاي؟ صح، فتفرق. يعني يمكن ده في ماتش السويد شفنا الكلام ده. لما اتكلمنا في موضوع بقى المحترفين، يعني انا عجبني جدا احمد هشام في الثقة، صحيح عجبني سند، يعني يمكن سند بدا مش عالي، لعب اول ماتش كويس، ثاني ماتش نزل ماتشين وبعدين ابتدى يعلى ثاني، ابتدى دي مثل الاحتراف، يعني هي دي تعرف تجيب نفسك بالظبط، تقدر تلم نفسك تبقى عارف انت مش ماشي حتى اللي مش محترف. كابتن احمد درع، احمد الاحمر، حتى اللي مش محترفين جامدين جدا، لان هم برضو الناس دي عندها خبرات يعني خبرتهم عاليه، ما هوش يعني انت لو جيت حسبت الكل ده لعب كام ماتش دولي هتلاقي كتير، صحيح، يعني سواء الدرع خالد يعني يحيى خالد تواجده في الدوري الاوروبي والكلام ده، لا طبعا عمل طفره كبيره جدا، بس يعني احنا محتاجين منه ثقه كمان زياده، لازم عنده ثقه زياده اكيد في نفسه، مش اللعب ما يبقاش كله من 7 متر والكلام ده. يحيى عندك القدره بقوتك الجسمانيه بقوه التصويبه اطلع من 9 متر شوط، صحيح. يعني انا عجبني الدرع في الماتشات الاخيره ان هو ابتدى يشوط اسرع هدف هو الحق. احمد هشام انا بكلمك عليه لان احمد هشام اجرأ واحد في المنتخب كل موضوع التصويب، كل الناس ما شاء الله عليه، يعني الناس عليك كده. كابتن والله نورتني وشرفتني يا كابتن، وعايز اقول لك اللقاء مر سريعا، بس الحقيقه بشكرك كابتن ياسر لبيب نجم طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر، شرفتني ونورتني في قناه الاهلي يا كابتن. الله يخليك، ده انا يعني ده شرف ليا انا، وان شاء الله نبقى المره الجايه بنتكلم بقى ايه في السيمي فاينل والفاينل، ونتمنى ان منتخبنا ان شاء الله يوصل ونحتفل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا كابتن ياسر. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع كابتن ياسر لبيب، احد رموز كره اليد ومن الشخصيات طبعا اكيد اللي كان ليها دور كبير جدا مع منتخب مصر في البدايات. بشكركم شكرا جزيلا، ولحلقه جديده مع الابطال.